هلا وغلا، معك محمد سيف الريامي. طبعا الفيلم اللي بتكلم عنه مو كرة قدم اللي شفتوه قبل شوية، هذا يتكلم عن كركت. فيلم لقان يعتبر واحدة من الأفلام المهمة اللي نزلت في السينما الهندية في تاريخ 15 يونيو سنة 2001، وهذا الفيلم هو الفيلم الثالث اللي يمثل السينما الهندية في الأوسكار. الفيلم نال على تقدير كبير جدا من النقاد ومن المشاهدين، وهو يعتبر طبعا مثل ما قلت لكم فيلم جدا مهم وداخل في قائمة الأفلام الرئيسية والمهمة في السينما الهندية. إليكم بعض الحقائق وبعض الوقائع اللي حدثت أثناء تصوير هذا الفيلم. مخرج هذا العمل أشوتوش غاوركر قبل ما يكون هو مخرج كان هو ممثل، مثل في أفلام مثل فيلم نام، مثل في فيلم هولي مع عامر خان في دور مهم. بحو ایک بات بتاؤ آپ کو میرا نام کیسے معلوم پڑا؟ وأصبح بعد ذلك مخرج سينمائي وعمل أول فيلم اسمه بهلا نشا، ومن بعدها سوى فيلم بازي مع عامر خان، لكن هالأفلام ما نجحت ذاك النجاح. بعد هذا شو سوى؟ سكر الباب على نفسه وبدأ يكتب سيناريو فيلم لقان لمدة 4 سنين لحد سنة 1999. الموسيقى ريا الرحمن يعتبر واحد من الميوزيشن الأقوياء المعروفين في السينما الهندية، وهو معروف في الساوث لكن اشتهر أكثر عن طريق فيلم دلسة، وشهرته زادت مع هذا الفيلم بالذات اللي هو فيلم لقان. السبب أنه هو استخدم أوركسترا جديدة، الأوركسترا هي تتغني مع المطرب في الكورس الخلفي عدد كبير من الأصوات، وهذه الأصوات جابت رونق لهذه الموسيقى واشتهرت هذه الموسيقى. وأيضا في أمريكا صار يقولون إيار رهمان اللي هو راعي موسيقى لقان، وطبعا بعدها راعي موسيقى سلام داغ مليونير. لقان يعتبر في المرتبة الثالثة من حيث الإيرادات سنة 2001، وهو فيلم سوبر هيت بعد فيلم قدر اللي هو كان رقم واحد لسني ديول، وفيلم كبي خوشي كبي غم اللي كان داخل أميتابتشان وريتيك روشن وشاروخ خان طبعا. هذا الفيلم كان في المرتبة الثالث. المخرج أنيل شرما حاول أنه يتفاوض مع مخرج أشوتوش غاوركر اللي هو مخرج فيلم لقان، بحيث أنه ما يكون في كلاش ما بين الفيلمين اللي ينزلون في نفس الوقت، لكن كان عامر خان وأيضا المخرج متفقين على هذا التاريخ وقالوا أن احنا ما راح نغير التاريخ. فلذلك أيضا أنيل شرما قال أنا ما راح أغير تاريخ فيلمي مع فيلم سني ديول، ونزلوا مع بعض. المصادفة الجميلة أن الفيلمين كانوا ناجحين نجاح كبير، واحد فيهم بلوك بوستر واحد فيهم سوبر هيت، وطبعا التاريخ يشهد هذا الشيء بين سني ديول وبين عامر خان، بحيث ان سنه 90 جابوا فيلمين، واحد عنده كان هاي سني ديول واحد عنده دل مال عامر خان، واثنيناتهم نجحوا نجاح كبير في هذيك السنه. وايضا التاريخ شهد لهم في سنه 96 فيلمين، واحد كان عنده قهاتك سني ديول والثاني كان عنده راجع هندوستان اللي هو عامر خان، ايضا نجحوا نجاح كبير في ذيك السنه. لكن هناك في مواقف صعبة لا تخلو في إنتاج هذا العمل. أول هذه المواقف كانت بعد الانتهاء من سيناريو هذا العمل، ذهب أشوتوش غاوركر عند عامر خان وقال حق عامر خان يا أخي أنا عندي فكرة فيلم ممكن تمثل في هذا الفيلم. قال شو هي فكرتك؟ أول ما سمع هذه الفكرة عامر خان كان هو رافض لهذه الفكرة، وقال حق أشوتوش أقول لك أحسن شيء تسويه
تحاول انك تفكر في موضوع جديد وموضوع اخر غير هذا الموضوع عشان المشاهد ما يحب هذه المواضيع حاليا. طبعا اشيتوش غاوركر ما استسلم، راح عند ممثلين اخرين امثال ريتيك روشن، أبيشيك باتشن، وكذلك بوبي ديول، وأيضا هذولا رفضوا هذا الفيلم لنفس السبب اللي قاله عامر خان، فكرة هذا العمل ما راح تتناسب في هذا الوضع أو هذا الوقت. طبعا ما استسلم أشيتوش غاوركر، راح مرة ثانية عند عامر خان وقال له يا أخي أباك بس كم ساعة تقعد معي تفضي نفسك أقرأ لك السيناريو كامل وبعدها أحكم الحكم الأخير. قال أوكي. بعد ما قرأ السيناريو كامل أشيتوش غاوركر وانتهى منه، شاف عامر خان عيونه قاعدة دمع. مع هذا الدموع كان في قلق نوعا ما عند عامر خان، وقال عامر خان ممكن تعيد هذا السيناريو مرة ثانية قدام أبوي وأمي وزوجتي رينا، إذا وافقوا على هذا السيناريو راح أنطلق معاك في هذا الفيلم. وبالفعل بعد ما سمعوا السيناريو قالوا حق عامر خان لازم تمثل في هذا الفيلم. طبعا العوائق ما انتهت لحتى الآن، المشكلة الكبرى هي إنتاج هذا الفيلم، ما في أي منتج كان يبي ينتج هذا الفيلم. فقال أشيتوش حق صديق الصدوق عامر خان ممكن تسمع اقتراحي وأنت تنتج هذا العمل. عامر خان شركته اللي هي عامر خان برودكشن استوت بسبة هذا الفيلم وتم تسجيلها في سجل العقاري بسبة فيلم لغان. بخصوص الممثلة الرئيسية في هذا الفيلم أشيتوش غاوركر كان يريد ممثلة تبين على وجهها أن هي قروية، فكان في باله دائما راني مكرجي، وكانت هي الاختيار الأول حق أشيتوش في هذا الفيلم، لكن للأسف راني مكرجي كانت مشغولة، فمن بعد ذلك اتجه إلى بريتي زينتا، وبريتي زينتا ما وافقت لسبب واحد ألا وهو أن هي ما تريد تضيع 6 شهور حق فيلم واحد، لأن هي كان عندها وايد مشاريع. من بعدها راح عند ميشا باتل، وكذلك ميشا باتل رفضت هذا الدور. عقب راح عند سوناني بيندرا، وسوناني بيندرا وافقت تمثل في هذا الفيلم، لكن هناك كانت في عقبة أخرى. العقبة هذه كان عامر خان. عامر خان قال إن هي جيدة لكن لا تصلح تكون قروية في هذا الفيلم. شو يسوي أشيتوش؟ أشيتوش شاف مسلسل اسمه أمانة بالصدفة وعجبت الممثل اللي قاعد تمثل في هالمسلسل وأخذها في فيلمه اللي هي غريسي سينغ، أول فيلم في حياتها هو فيلم لغان. قبيل تصوير هذا العمل أشيتوش غاوركر كان يبحث عن منطقة تخلو من المطر، يعني ما ينزل فيها مطر من سنين، وذهب إلى ناسك، ذهب إلى راجستان، ذهب إلى يوبي، لكن ما حصل على هذيك المنطقة اللي هي في باله. وبالصدفة هو راجع من جوجرات اللي هي المدينة أيضا اللي ما عجبته أي مواقع من مواقع التصوير، شاف منطقة اللي فيها الحصى واللي فيها الحجارة وفيها التربة اليابسة عجبته، وقال هذه المنطقة اللي يريد أنا أصور فيها هذا الفيلم. بالفعل بنوا فيها أكواخ وأيضا بنوا فيها ملعب للكركت لهذا الفيلم، وسمى هذه القرية تشامبا نير. فريق العمل لهذا الفيلم كان مكون من 300 شخص، و300 شخص ما حصلوا على فندق يسكنهم، فلذلك اضطر المخرج والمنتج أن يذهبان إلى مكان قريب لهذه القرية وحصلوا على بناية أجروها بالكامل لمدة 6 شهور. هذه البناية تحولت إلى فندق، والمعاملة الغرف أيضا كانت نفس معاملة الفندق. طبعا المشكلة الأخرى هي المواصلات، فالمواصلات كيف تشيل هذا العدد الكبير؟ فتم استئجار عدد 5 أو 6 باصات حافلات يعني، وهذه الباصات كانت تنقل الممثلين من وإلى
المنطقة التصوير، وكان الموعد من الساعة 5 الفجر لازم الكل يكون موجود داخل الباص عشان يحملهم يوديهم إلى موقع التصوير، إذا حتى أخر خلاص راحت عليه. وبالفعل راحت يوم ما على الفنان الكبير عامر خان، الباص راح عنه واضطر يرجع بالتوك توك. المنازل والأكواخ اللي مبنية في هذا الفيلم اللي تلاحظون عليها أكثر التصوير كان مش داخلها، ليش؟ لأن هي كانت عبارة عن الله يعزكم حمامات، وهذه الحمامات كانت حق الممثلين وحق الطاقم العمل الموجود، فأثناء التصوير كان تصوير محكم ما يبين لك شو هو داخل هذا الكوخ. فيلم لقان يعتبر واحدة من الأفلام اللي فيها عدد كبير من الممثلين البريطانيين. عادة الأفلام التاريخية اللي تتكلم عن الاستعمار يوم يكون فيه مثل بريطاني يتكلم اللغة الهندية المكسرة أو اللغة الهندية القوية اللي يحسسك أنه هو فاهمها، لا، في هذا الفيلم كانوا هم طبيعيين بريطانيين يحاولون يتعلمون اللغة الهندية. وبالفعل الممثل الرئيسي البريطاني اللي كان في هذا الفيلم بول بلاكثرون حاول أن يتعلم اللغة الهندية في خلال 6 شهور، وتعلم كم جملة من هالجمل الهندية، وكذلك درس تاريخ الاستعمار البريطاني للهند، وبعد دراسته لهذا التاريخ حس بنوع ما من الخزي والعار على بلده آنذاك يوم كانت تستعمر البلدان الفقيرة. كذلك تم زواج ممثلين من بريطانيا جيمي وكات جين أثناء تصوير هذا العمل على الطريقة والمراسم الهندوسية، وحضر عامر خان زواجهم مع زوجته رينا، وهم اللي أعطوهم بركاتهم حق الزيجة هذه. بعد الانتهاء من تصوير هذا الفيلم اللي هو يتكلم عن لعبة الكركث، في نهاية التصوير عملوا احتفالية كانت عبارة عن مباراة ما بين فريقي بريطانيا وفريق الهند في الكركت، وفاز هذه المرة الفريق البريطاني بلعبة الكركت. الفنان الرئيسي عامر خان في دور بهافن كان يحاول بقدر المستطاع أن يغير شكله، فكان دائما يجرب نفسه بعدة أشكال على حسب الشارب، فمرات الشارب يكون صغير، مرات الشارب يكون طويل، مرات الشارب يكون خفيف، لكن في النهاية أشيتوش قال أنت من غير الشنب تكون أفضل في هذا الفيلم، وظل على أنه يكون من غير شنب، لكن عمل خرم في أذنه على أساس أنه يلبس حلق، وهذه الحلق اللي هو لابسنها هي حلق مساعدة المخرج لهذا الفيلم اللي هي اسمها كيران راو اللي هي زوجته الحالية. هذه أول مرة تصير عندما يكون الممثل وهو المنتج يصور فيلمه يكونوا فيه 2 من شركات حياته موجودات أثناء التصوير، واحدة هي مساعدة المنتج زوجته الأولى أو طريقته الحالية رينا، و زوجته المستقبلية اللي هي كيران راو اللي كانت مساعدة المخرج في هذا الفيلم. طبعا في ناس تمرض وفي ناس تتعور، كان أشيتوش غاوركر جاته آلام في ظهره خلته تقريبا مستلقي على السرير شهر كامل، لكن هذا الشيء ما بعده عن التصوير، فكان يحضر التصوير وهو مستلقي على السرير ويشوف المونيتر علشان يقدر يكمل تصوير الفيلم. وكذلك الفنان القدير والكبير الراحل إيكي هنجل تعب شديد أثناء تصوير هذا العمل، وهو كان دور مهم في هذا الفيلم، فاضطروا أنهم يستغنون عن خدمات هذا الفنان و رحلوا إلى بومباي عشان يتعالج، لكن هو فاجأهم رجع بعد كم يوم متعافي عشان يكمل هذا الفيلم. كون إيكي هنجل معروف عنه هو أيضا واحد من المقاتلين المعروفين أيام الثورة الهندية ضد بريطانيا في العشرينات والثلاثينات. الأجواء أيضا كانت تلعب دور كبير في تشكيل الصعوبات على تصوير الفيلم، فمرات الجو الحار والقاسي هذا الجفاف يجلب لك هواء ورياح شديدة يوقف التصوير، وكذلك مرات تجيك الغيوم لكن من غير أمطار، وهم أصلا في هذا الفيلم ما يريدوا يجيبون الغيوم وما يريدوا يجيبون الأمطار، لأن الفيلم كله يوريك عن الجفاف وعن عدم نزول المطر في هذه المنطقة. أيضا موضوع الطيارات الصغيرة، الطيارات الهليكوبترات اللي كانت تمر في هذه المنطقة تعمل إزعاج كبير يخلي المصور والمخرج يوقف العمل لفترة طويلة، وهذا الشيء شكلهم أيضا متاعب كبيرة أثناء تصوير هذا العمل. تم إشراك عدد كبير من الناس القرويين في هذا الفيلم، خاصة في نهاية المشاهد الأخيرة أثناء تصوير مباراة الكركت ما بين الفريق الهندي والفريق البريطاني، طبعا محتاجين عدد كبير، فجاء عدد تقريبا يوصل 10,000 قروي من القرى الأخرى المجاورة ووصلوا أثناء التصوير. طبعا المشكلة هنا شو المشكلة؟ الفيلم يتكلم عن حقبة زمنية، اللبس اللي كانوا لابسينه القرويين لبس الفترة الحالية، ف
تم توزيع ملابس قروية لكل الناس الموجودين مع بوكس أكل بشكل يومي أثناء تصوير هذا الفيلم. كيف تقدر تعمل كنترول على هذول الناس؟ فطلبوا مساعدة عامر خان اللي هو منتج وبطل الفيلم، وعامر خان كان يتكلم بالمذياع ويحاول يرفه ويعمل حاجات ترفيهية حق هذول القرويين، ومن ضمن هذه الأشياء الترفيهية كان يغني أغنية إيه كابول تيتو. فهم يسمعون هالاغنيه يصفقون ويعملون حركات، وهذا التصفيق وهذه الحركات تم تصويرها على اساس ان هي في الفيلم تشجيع للفريق الهندي. فيلم لقان هو اول فيلم هندي يتم افتتاحه بطريقه رسميه في الصين، وهذا الفيلم هو انطلاقه عامر خان في الصين. وطبعا افلام عامر خان اللي تجيب عوائد كبيره في الصين كان سببها هو هذا الفيلم لقان. قبيل العرض العالمي لهذا الفيلم وافتتاحه الرسمي في عدة بلدان في العالم، تم عرضه في قرية البهوجبوري اللي هم يتحدثون بنفس اللهجة اللي في هذا الفيلم على أساس أن يشوفون رياكشنات القرويين. فكان عامر خان موجود والفريق العمل كانوا موجودين، أشوتوش غاوركر والمثلين الآخرين، وحضروا القرويين في هذا الفيلم. لكن المشكلة أن كانت الكهرباء تنقطع عنهم كل نص ساعة، فيضطرون يوقفون الشاشة ويشغلونها بعد 5 دقائق لين ما اكتمل هذا الفيلم الطويل اللي هو مدته تقريبا تتجاوز 3 ساعات. لقان هو ثالث فيلم هندي يصل إلى الأوسكار من بعد فيلم مذر إنديا في سنة 58، ومن بعد فيلم سلام بومبي في سنة 89. هذا ثالث فيلم يصل للأوسكار ممثل الهند. I want to thank all the Indians and everybody who you know prayed in their hearts for our film. رحل عن الدنيا 3 من الممثلين المهمين في هذا العمل اللي أدوا أدوار مهمة في هذا الفيلم، على رأسهم الفنان الكبير الراحل إي كي هنجل الذي توفى في سنة 2012. إي كي هنجل يعتبر من الفنانين المسرحيين الكبار والضخام في السينما الهندية، وعنده أدوار جميلة في السينما الهندية وأفلام جميلة. أنا من أجمل الأدوار اللي أحبها مال إي كي هنجل هو فيلم شوقين. كذلك الفنان الراحل راجيش فيفيك الذي توفى في سنة 2016، واحدة من الأدوار المهمة في حياته هو دوره في هذا الفيلم لقان، وهو معروف بأدوار الشر ومعروف بدور الشيطان، يمكن يخوفنا نحن صغار مثل فيلم فيران اللي تتذكرونه، الشيطان كان هو هذا الفنان. والفنان الراحل فلاف فيس اللي هو رحل عن هذه الدنيا قبل سنتين 2018 كان أيضا له دور مهم في هذا الفيلم، وهو أيضا هذا الفيلم يعتبر أهم فيلم في حياته الفنية. تم تصوير فيلم موهن جدارو لنفس المخرج أشوتوش غاوركر في نفس القرية اللي هو صور فيها فيلم لقان، تيمنا بأن فيلم موهن جدارو أيضا راح يعمل ضجة ويمكن يكون فيلم ناجح نجاح كبير. لكن للأسف الفشل اللي ذاقه فيلم موهن جدارو لم يذقه أي فيلم من أفلام أشوتوش غاوركر في السابق. طوال فترة الفيلم ما نزل مطر، ما نزل أي مطر، وكان هذا الموضوع كان لصالح الفيلم. بعد الانتهاء من تصوير الفيلم بعدها بأسبوع نزلت أمطار غزيرة وعواصف قوية جدا في هذه المدينة وهذه القرية، بحيث أنها حطمت البيوت وماتوا عدد كبير من الناس، وأيضا الموقع اللي هم كانوا ساكنين فيه، البناية اللي ساكنين فيها تحطمت بالكامل. فقام عامر خان بجلب تبرعات ودفع تقريبا 25 لاك من جيبه، وأخذ تبرعات من فريق العمل، وحاول فريق العمل بقدر المستطاع أنهم يروحون لهذه المنطقة على أساس أن يخففون عنهم ويحاولوا يساعدونهم. بصورة نهائية هذا الفيلم هو يعتبر من الأفلام الجميلة والأفلام المهمة، وأنا بالنسبة لي هو واحدة من الأفلام الرائعة اللي شفتها في بوليوود واللي شفتها أكثر من كذا مرة في السينما. أدخلها في الكاتيجوري الخاص فيني أيضا من ضمن 50 فيلم مهمين في السينما الهندية، وأكيد هو واحدة من هالأفلام أيضا من 50 فيلم في السينما الهندية. لذلك اللي ما شاف هذا الفيلم، وأنا أعتقد نادر منكم ما شاف هذا الفيلم، يشوفه وأكيد راح تحصلونه وراح تستمتعون مع أفضل أعمال
تاريخية وأفضل أعمال رياضية في السينما. طبعا قبل ما تسكر الحلقة هذه لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير والكومنتات، ضرورية جدا. وإذا تبون حلقات زيادة لازم تساهمون بمشاهدات زيادة حق هذه الحلقة، ولا راح تفوتكم هذه الحلقات. السلام عليكم.